سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في الصبيحة في غرفة الأخبار. للعودة إلى أحد المواضيع اللي ما زالها يعني تثير اهتمام الجزائريين، وهي موضوع السيارات، السيارات الجديدة بطبيعة الحال. يعني حتى ولو خرجت في الجزائر وشاهدنا السيارة الجديدة في الجزائر، لأنه السوق لا زالت متعطشة، المواطن الجزائري لا زال يبحث عن سيارة جديدة لاقتنائها. ممكن نتكلموا، ماشي ممكن، اكيد نتكلموا على الاسعار، نتكلموا على الوفره، نتكلموا على تصريحات وزير الصناعه بطبيعه الحال، وهذه يعني الحصه بمناسبه التصريحات اللي ادلى بها قبل يومين السيد علي عون، خاصه عندما يعني قال انه المتضرر من الجزائريين عليه ان يلجا للعداله، ماهوش من باب انه يعني ما عندنا ما نديروا لك ابدا، ولكن على المواطن الجزائري أن يمارس حقه كذلك في مقاضاة الذين لم يوفوا بالتزاماتهم من المتعاملين يعني في سوق السيارات، يعني الوكلاء وغيره. ضيفي في الصباحة هو الأستاذ تميم فادي تميم، المنسق الوطني للجمعية الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده. أستاذ تميم صباح الخير، مرحبا بك على قناة البلاد. صباح النور، شكرا على الاستضافة. طيب خلينا نبداو، علاش المشاهدة يتساءل لماذا الوزير قال للمواطن عليك أن تلجأ للعدالة، وما معنى هذا الكلام؟ يعني أكيد يعني سيد وزير مشكور، يعني هي بادرة جيدة جدا، لأنه هذا ما يكرس يعني مؤسسات الدولة، لأنه كل مؤسسة مسؤولة على قطاع معين ومسؤولة على أمور معينة. وزارة الصناعة درست ملفات الوكلاء، منحتهم الاعتماد بناء على دفتر شروط فيه يعني أمور تنظيمية وأمور مضبوطة جيدا، سواء في كيفية تسليم، أجل تسليم، الحالات اللي خالف فيها المصنع يعني هذه الأجل، وش هي العقوبات وش هي الأمور. أكيد مش راح تكون وزارة الصناعة هي مانحة الاعتماد وهي الحكم، مؤسسات الدولة موجودة من بينها العدالة، هو أمر جيد. لازم المستهلك الجزائري أيضا يعي أنه عنده حقوق وعليه واجبات، حقوقه تملح له بناء على دفتر شروط تاع وكلاء السيارات او استيراد السيارات، يملح له كثير من الواجبات وكثير من الحقوق في حاله الاخلال بالاتفاق. وهنا شكون اللي يحكم؟ العداله الجزائريه هي اللي تحكم. صحيح مازال عندنا خويا محمد، مازال عندنا المستهلك يخاف من الذهاب الى اروقه العداله، يقول لك انا واجراءات وما الى ذلك، لكن لما تتعرض المصالح تاعو الماديه والمعنويه للضرر عليه ان ياخذ المبادرة. يوجد قوانين تحميه، يوجد عدالة ترجع له حقه. لذلك يعني نرجع يعني باختصار، ما قاله السيد وزير الصناعة هو أمر مهم، هو تأطير لمرحلة جديدة في التعامل مع وكلاء السيارات. لأنه لما وزير القطاع يقول لك اذهب إلى العدالة، هو عنده معلومات، لأنه وزارة الصناعة وضعت أرضية لتلقي شكاوي الناس المتضررين. والجزائريين ذكر عدد شكاوي كبير، 20,000 شكوى تقريبا. هذا بغض النظر، قليلة ولا كبيرة أستاذ فادي؟ 20,000 شكوى يعني بالنسبة لكم اللي أنتم كذلك تتلقون يعني شكاوى وكذا، بمعنى أنه نحبيت تقول للمشاهد الكريم اللي هي قليلة كبيرة بحكم تعاملك مع هي من تقريبا 160,000 سيارة مستوردة، يعني 20,000 فيها مشاكل، معناها تقريبا تعدى النسبة 10%. 10% أمر كبير، لأنه لما نشوفوا الإخلالات بالالتزامات هذه 10% بالنسبة يعني لوزارة الصناعة. عندك منظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، منذ بداية عملية الاستيراد نتلقى كثير من الشكاوي، وفي مراحل معينة تكون الذروة في الشكاوي وعالجنا يعني الحمد لله كثير من المتعاملين الاقتصاديين أبوابهم مفتوحة وقنوات التواصل معهم مفتوحة، ويحاولوا يعني أنه يرضيوا المستهلك. لكن هذا الرقم مقارنة يعني حتى الناس اللي ما تشكيش، كاين الناس خلينا الآن، أكيد أستاذ فادي كاين الناس ما تشكي لا في العدالة لا في الأرضية تاع وزارة الصناعة ولا عندكم توما، ربما يشكي هكذا في المقاهي في الأحياء في السكنات، يعني عادة المواطن الجزائري على كل حال. ولكن الآن من الذي يتحمل هذه الوضعية هذه؟ هل الوكلاء، أنه حتى الوكلاء يعني الأمر يتجاوزهم فوق طاقتهم؟
شوف في البداية يعني هي تجربة جديدة، صحيح أنه كنا نستورد وتوقفنا لسنوات وبدأت مؤسسات جديدة بدأت في عملية الاستيراد. الخطأ وارد، ويعني الإشكاليات المشاكل أثناء يعني الأداء ممكن أنه تحدث مشاكل. بداية المشاكل هي كانت أنه يعني عملية تسجيل وعملية يعني بداية عملية شراء سيارة تكون عن طريق الوكلاء في الولايات. هذا الأمر خلى أنه فيها كثير من التلاعبات، نقولها بصراحة كثير من التلاعبات صارت. كيف تلاعبات انه مثلا واحد يقوم بالاجراءات كامله، يقوم ب يعني دفع مبلغ 100% ثمن السياره وينتظر، هذا المواطن يعني المستهلك ينتظر تقريبا 3 أشهر 4 أشهر وصلت 6 أشهر، كاين عندنا حالات وصلت 12 شهر. لما تواصل مع المديريه العامه قبل ما ندخل البلاطو التقينا بمحاميه اللي أكيد. قالت 24 شهر. بالنسبه لنا احنا كمنظمه يعني أنا بالنسبة لنا وصلت أكثر حالة وصلتنا هي 12 شهر عام، وهو يسلنا مواطن من ولاية باتنا. إحنا نسألوه أنت حكيت لي عن الناس اللي ما تشكيش، قلت له أنت شهرين 3 شهور 4 شهور 5 شهور وين كنت؟ قال لي كنت على ربي كل مرة يوعدوني وعد. اكتشفنا أنه بعض بين قوسين بعض الوكلاء عبر الولايات يقوموا بتلاعبات. نعطيك التلاعب الكبير اللي يصرى أنه شخص يقدم يعني يدفع المبلغ كامل في انتظار سيارته، لما توصل السيارة يعطيوها شخص آخر وهو يبقى يسنى. ولكن هيك السيارة لما تدخل الأستاذ فادي في الميناء تدخل الرقم التسلسلي باسم أكيد الشخص. مباشرة يمنح الرقم التسلسلي للطراز للسيارة للشخص ويقولوا له أنه هذا الرقم سيدر لك نيميرو شاصية وعندك نيميرو شاصية تاع السيارة. وش معناها؟ أنه هذه السيارة للشخص فلان. عنا شكاوي لأناس تم منحهم رقم التسلسل تاع السيارة وتم سحبه ولحد الآن ما داش السيارة. هذه هي التلاعبات اللي تصير. ولكن أستاذ فادي سامحني الآن في هذا الشكاوى هذا يا أكيد أنتم لستم جهة قضائية يعني أكيد أنتم تستمعون و يعني تحيلون مسائل العدالة ولا يعني تصدرون أحكام قرار. الآن هل العملية هذه قانونية أنك تخلص علي السيارة قبل من استلمها؟ هل مطابقة لدفتر الشروط؟ وش رأيك في موقف الوزارة من المسألة؟ شوف بالنسبة لدفتر الشروط، دفتر الشروط كما قلت لك راه واضح جدا. دفتر الشروط يقول لك 45 يوم 10% بعد دفع مستحقات السيارة كاملة اللي هو الشيك تاع 100% تصبح من حق المستهلك السيارة بعد 7 أيام لا أكثر. يعني بعد 7 أيام من دفع المستحقات تاع السيارة كاملة مفروض الأسبوع يدي سيارة تاعه. هنا هذا الالتزام صعب جدا، ما همش قاعدين يتلزموا به. أنا أعتقد أنه ما كانش اللي يدى سيارة في 7 أيام. هذه نقطة ما همش قاعدين يلتزموا به. هل الوكلاء هذو الأمر يتجاوزهم فوق طاقتهم أم أنه فيه وعي؟ صح، نقول لك أنا كاين ضغط كبير على الوكلاء لأنه نعرفه تاريخيا 5 سنين ولا 6 سنين الاستيراد موقوف. بداية عملية الاستيراد كاين ضغط كبير احنا قلنا أنه سوق الجزائري تحتاج تقريبا مليون سيارة. بداية كل واحد يحب يستفيد هو الأول، وحتى المستهلك قدم تنازلات. بعض الوكلاء كانوا يمضيوا المستهلك على وثائق أنه يستنى السيارة تاعه 4 أشهر رغم أنه القانون يقول له 7 أيام. خليني نكمل في دفتر الشروط برك 7 أيام. في حالة عدم التزام المؤسسة في الحد القانوني اللي هو 7 أيام بعد الدفع مستحقات السيارة كاملة يصبح للمستهلك الحق في أنه يدي تعويض. مبدئيا إذا كان تأخر في منح السيارة ممكن حتى الوكيل يعطيه سيارة مؤقتة حتى يوصل له السيارة. في حالة تعذر الإيفاء بالتزامات المتعامل الاقتصادي هنا المستهلك يقدر يدي تعويض حتى 10%، يدي دراهمه ويدي 10% إضافة على دراهمه كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي. ناس بدأت تأخذ السيارات العملية كاين وكلاء، كاين قسمين هنا نقسموا القسمين. كاين بعض الوكلاء يخبر المستهلك يقولوا عمي أنا ما قدرش نوفر لك سيارة خلال 7 أيام ولا شهر ولا شهرين، 4 شهر تدي طوموبيل تاعك تسلك. يقول له ايه، يقول له تسني، يقول له ايه. وكاين حالات وصلتنا لقينا المستهلك ماضي على وثيقه يتنازل عن الحق القانوني اللي منحوا له دفتر الشروط ويستنى 4 شهور. هنا مادام امضى فيها اشكاليه وهو راضي بالعمليه. كاين نوع اخر سامحني ولكن هذا الرضا هذا
هي نوع من أنواع الإذعان. إيه نعم، عقد إذعان، ولكن قانونيا هل هذا العقد تاع الإذعان يلغي العقد لمنضى مع وزارة التجارة؟ هنا الجهة القضائية هي اللي تفصل، هنا ولقاضي القاضي التجاري الحق في التقدير. أكيد. الفئة الثانية اللي هي متصارحش المستهلك، قال أدفع المبلغ كاملة حتى تستلم السيارة تاعك في الأجل القانونية، أم بعد يولي معاناة، هواتف اتصال أسبوع، راهي في البور، راهي في الـ في الـ في البلدية، راهي منع الوثائق تاعها، راهي في الميناء، كل مرة حكاية وتوصل بها حتى 4 أشهر 5 أشهر. هنا نرجعوا لتصريحات وزير التجارة، وزير الصناعة عفوا، وزير الصناعة هذه الإشكالية اللي حدثت كامل خلاه، وحتى وزير التجارة ينتظر أنه يتدخل في معاملة تجارية وخاضعة. الآن المستهلك إذا راح مجموع المستهلكين للقضاء فأكيد بناء على دفتر الشروط حيتحصلوا على حقوقهم، وتحصلهم على حقوقهم ومقاضاة نفس العلامة من العديد من المستهلكين اللي ضروا منها يسمح لوزارة الصناعة في مراجعة الاعتماد تاعها. لانه لما تكون عندك لما يكون عندي علامه وزاره الصناعه لما يكون عندي علامه معينه عندها في اروقه العداله الاف الشكاوي، هنا وزاره الصناعه لانه يكون تكون مرافقه في عمليه المقاضاه، هنا اكيد راح تكون اعاده مراجعه الاعتماد وممكن سحبه. هنا فادي قلت مرافقه في عمليه المقاضاه، هل يعني كيف تتم هذه العملية؟ أكيد وزارة الصناعة هي مانحة، هي المانحة للاعتماد. نعم، يعني تقصد أنه ممكن وزارة الصناعة تقاضيك بقضية ثانية. قضية ثانية ما هيش في نفس القضية تاع المستهلك، ما هوش ملتزم بدفتر الشروط. نعم. وذوك أي اعتماد ملزم بدفتر شروط، إذا المتعامل الاقتصادي ما التزمش بدفتر الشروط وش معناه؟ الاعتماد يلغى طبعا، وهذا أمر احنا ماذا بينا، لأنه لما تعطي الواحد اعتماد ودير وش حبيت وتنساه إلى حين تجديد الاعتماد. هنا يدير رايه بصح، إذا حس، وهذا هو الخطاب اللي حب يوصله وزير الصناعة. نعم. إذا حس أنه على المسألة هذه، هل وزير الصناعة سيد علي عون هو يعني قدم إنذار شفوي بطريقة مبطنة يعني ولا هو إنذار، ويعني كان صريح جدا أنه ممكن مراجعة الاعتمادات وسحب الاعتمادات بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية اللي تم تلتزمش بالقانون؟ أنا سألتك قبل قليل، قلت لك أستاذ فادي، هل هذا الوكلاء هذو يعني أنا سأحاول الدفاع عنهم يعني أكيد، وماني مش مستفاد مع الوكلاء ابدا، فقط باش ما نكونش قاضي يعني. نعم. ما صدرش احكام. هل الامر يتجاوزهم يعني رغم بذلهم للعنايه والاجتهاد يتجاوزهم الامر، ام انه لا، انت في تقديرك فيه تقصير من الوكلاء؟ هو فيه نوع من التقصير من طرف الوكلاء. بداوا، حكينا قبل على التجربة الأولى اللي بدأت يعني التسجيلات على مستوى الولايات، الآن بعض الوكلاء داروا منصات للتسجيل، يعني مركزية التسجيل ورقمنته، ما تجيش صاحبي سمسار يجي أنا عندي 6 أشهر ونستنى في الطوموبيل ويجي واحد سمسار يديها في سمانة. هنا لما تكون عن طريق الرقمنة يعني بلاتفورم وتكون مركزية مشرفة عليها المديرية العامة للوكالة، الآن هكذا العملية راهي تقوم. بدأت يعني المؤسسة الاقتصادية الأولى اللي بدأت في الاستيراد دارت أرضية رقمية، دارت أرضية رقمية من خلالها يتم التسجيل وتكون مركزية، لأنه كثير من الشكاوي اللي كنا نبعثوها للمديرية العامة تاع فيات يتفاجئوا ما يكونوش عارفين واش دار الوكيل تاعهم في الولاية، لذلك وصلوا القناعة أنه يجب يعني وضع هذه العملية مركزية. هذه النقطة الأولى. نعم. مركزية التسجيل ومنصة رقمية، المنصة الرقمية أنا نسجل قبلك، مستحيل واحد يجي يقدر يغير الترتيب. نعم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي مهمة جدا، يجب أن يلتزم الوكيل، ونحكي على جميع الوكلاء، بما عنده من كوطة. قال أنا رح نجيب 1000 سيارة، ندي 1000 طلبية، لأنه كثير من الوكلاء عنده 1000 سيارة نتيجة الضغط يقبل 10,000 طلبية، هنا يصبح أنه هو عمبله باللي ما هوش قادر يوفي بالتزاماته. يعني الإشكالية هو اللي يخلقها، أنا عندي 100 سيارة ندير طلبيات تاع 100 شخص،
كل سيارة لشخص، هنا تمشي الأمور عادية. لكن أنه أنا عندي سيارة أريفاج 1000 سيارة وندير 10000 طلبية، معناها كاين 10% فقط نقدر نصف أن نقوم بالتزاماتي، ويبقاو 90% يبقاو يسناو ويبقاو يشكيو. هل كل هذا أستاذ فادي أثر على الأسعار؟ يعني طلب كبير جدا أكيد، والمنتوج مقارنة بطلب قليل. لحد الساعة أنا العلامات اللي شفتها في الجزائر، شفت فيات، علامات الأخرى نادرا. كم من اعتماد موجود في الجزائر؟ وهل برأيك دخلنا في تأخر؟ يعني الناس اللي تبدأ تصنع ولا تركب الاعتمادات هذه اللي قدمت، هل رانا متأخرين؟ يعني أكيد إحنا متأخرين، لأنه متطلبات السوق تطلب أكثر من العدد اللي حيدخل. أكيد العدد اللي حيدخل هو مدروس، بناء لأنه هي عملة صعبة، عملة صعبة يعني من ميزانية، من خزينة، من الخزينة العمومية تخرج، والدينار يعني نعرفوا الفرق بين في البنك وخارج البنك. لذلك يعني، ولكن مدام وزارة الصناعة عطتك الاعتماد النهائي، أكيد بمعنى أنه راهي حاسبة واش عندها أموال في الخزينة واش قادرة. أكيد هي كوطة، يعني الوزير في التصريح تاعو قال لك 2023 180000 سيارة تدخل. شحال دخلت؟ دخلت 160، ويعني أرقام يعني في الوسط، يعني قريب 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 تقريب يعني 20000 مازال ما دخلتش. ولحد الان احنا نتكلموا في 2024، في ماي 2024 لحد الان لم يتم منح الـ يعني الاعتمادات الجديده، مش الاعتمادات، الكوطة الجديده. كل واحد والكوطة تاعو لحد الان لم يتم. علاش؟ لماذا؟ لانه الان في عمليه وزاره الصناعه، في عمليه مراجعه، لانه هذا مع العام وامور كثيره تتبعوا. ولكن سامحني هنا فادي باش المشاهد يفهم علينا مليح، الكوطه اللي رانا نتكلموا عليه، اللي راني غلط تصوب، الكوطه اللي رانا نتكلموا عليه هو السياره المستورده جاهزه. جاهزه اكيد اكيد، مركبه في اوروبا وتتباع هنا في الجزائر. هنا في الجزائر. طيب انا كمواطن جزائري، لا انا مدبيه، انا مع وزاره الصناعه، قال خويا انا عطيتك اعتماد باش بدا تركب هنا في الجزائر، الا كان نعطيك سامع، الا كان نعطيك اعتماد باش انت تستورد وتبيع الحاله. البيع الحاله حاله استثنائيه دارت، ولكن الأصل أنك أنت بدأت تصنع تركب في الجزائر. وين وصلت؟ الوحيد اللي بدأ يعني النشاط تاعه هو في وهران، مؤسسة فيات، وتخرج فيات سانسون، والآن كاين مشروع لإنتاج سيارات فيات سانسون ودوبلو. لكن هي يعني الطاقة فيات سانسون صغيرة خلاص، صغيرة. المواطن كثير من شبابية هي نوعا ما، عزفوا عليها. اللي عنده عائلة هكذا تاع 5 أفراد في العائلة عزف عليها، قال لك أنا هذه من، هل ما تشوفش أنه يفترض توسيع هذه العلامة هذه تاع فيات للسيارات هذيك العائلية؟ هاي كما الدوبلو فيتري راح تخرج في وهران، وأنت تحكي لي أنه عزوف اللي ما ينتج في وهران يوزع مباشرة، يعني كاين طلبيات كثيرة عليها لأنه الكميات صغيرة. هو الوزير ذكر أنه كل 3 ساعات يتم تركيب سيارة في وهران، وراهي راح تزيد في النشاط تاعها. ولكن تسمح لي أستاذ فادي، 3 سوايع تاع فيات، لو كان زيدو نحسبو 3 سوايع تاع اوبل، 3 سوايع تاع عليه، 3 سوايع تاع شيري، 3 سوايع تاع كذا، 3 سوايع تاع كذا، هل ما تشوفش اننا في مساله التركيب هذه رانا متاخرين شويه؟ هو لا اريد ان احاكم اي كان. اكيد اكيد، هو حتى دفتر الشروط منح اعتمادات للاستيارات وعطاهم مهله لبداية التركيب. يعني ذوك العلامة التجارية اللي توعد بدخول السوق الجزائرية عن طريق الاستيراد، راهي واعدة بوضع مصنع حيز يعني التنفيذ والإنتاج في الجزائر. وأي علامة بعد يعني فترة معينة إذا ما التزمتش بدفتر الشروط هذا ودارت بدات الإنتاج في الجزائر، راح يلغى الاعتماد تاعها. بدايتها كانت يعني في وهران، نتمنى أنه علامات أخرى تبدا تخدم. وفي النهايه يعني وجهه النظر تاعك صحيحه 100%، في النهايه على هنا الاستيراد على الحال، على الاقل لهنا مصانع في الجزائر. استيراد اذا كانوا اللي دخلنا في الاستيراد على الحال، نبدا نستوردها، باقل سعر. اكيد اكيد، يعني تكون التركيب
توظيف عمالة جزائرية، أيضا دفع ضرائب في الخزينة العمومية، وتكون من إنتاج. نتمنى أنه ناخذوا يعني خاصية الجزائر، تضاريسها، طرقها، ما هي السيارات اللي تنجح في الجزائر، ووضع يعني أربع علامات ولا أربع أنواع من السيارات، فئة للشباب، فئة للعائلات كما قلت أنت، يعني عائلة كبيرة ما تقدرش تشري فيات 500 وما إلى ذلك. الآن احنا نديروا فاصل الآن أستاذ، ولكن نسيت فئة الشباب فواتير دو فام، ما نعرفش 500 مليحة، 500 مساعدتهم. فاصل قصير ثم نواصل النقاش مشاهدينا الكرام. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من غرفة الأخبار. طبعا نحن نتحدث على عالم السيارات الجديدة في الجزائر، اللي خلينا نقولوا مازال في تجربته، مازلنا يعني في تمرين، مرحلة تجريبية بصراحة، رغم أنه هوش أول مرة يعني تباع السيارات الجديدة في الجزائر، ومع ذلك يعني كاين مرحلة جديدة، كاين كذا، كاين كما يقولوا حالات طارئة هكذا تدخل في الموضوع قد تعطل الأمر. كنا حين نحكيو على السعر ولينا نسينا السعر، ولينا نحكيو على الوفرة، يعني أسئلة كثيرة تطرح. ولكن كاين واحد سؤال مهم جدا اللي نطرحه على الأستاذ فادي تميم والمنسق الوطني للجمعية الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، كنقول سؤال مهم في تقديري، يعني المشاهد الكريم يقدر يقول رأي آخر ومن حقه، هو أنه أستاذ تميم، هل برأيك أنه هذه المرحلة هي قوس فتحة رايح السوق، الطلب، الوفرة، السوق راح يفرض على هذا الوكلاء هذو أنه يراجع سياسته التجارية، السوق راح يفرض على الوكلاء هذو أنه يراجع سياسته في الأسعار وفي غيره في ربما غضون سنة على الأكثر؟ يعني احنا يعني تقريبا الان سنه، يعني من بدايه التجربه مرت يعني سنه، توقف يعني منح الاعتماد اقل من سنه تقريبا رانا في العام، لانه ديسمبر كان انطلاق مصنع وهران، الان يعني تقريبا احنا منتصف 2024 تقريبا يعني عام، حتى يعني تاخير منح الكوطات تاع 2024 كان من اجل يعني تقييم الاداء، لانه صحيح انه صارت اختلالات، كاين شكاوي، ويعني مليح جاء في وقته رساله الموجهه للسيد وزير الصناعه، جاء في وقته هو تحذير كما قلت انت، هي بطاقه صفراء لبعض الوكالات ماهوش كل الوكالات، انه يجب الالتزام بالقانون، حقوق المستهلك الجزائري ما نتنزلوش عليها، انه يمكن للمستهلك بناء على القانون الذهاب الى العداله، واذا ذهب للعداله راهي اشكاليه كبيره راح تصير للوكلاء، لان القانون الجزائري وحتى دفتر الشروط واضع حقوق المستهلك بين في هذه المعامله التجاريه، ما يبقاش يعتمد على جهل المستهلك ولا تفريطه في حقوقه، ولا يعني هذيك الرغبه في الحصول على السياره تنازل عن بعض الحقوق، لكن في مرحله ما كاين الناس واعيين. انا نعطيك مثال، عندنا شكوى وصلت وجدناه انه قدم اعذار مباشرة، يعني بدون توجيه تاع المنظمة، قدم إعذار للوكيل للحصول على السيارة لأنه تجاوز الفترة القانونية، وبعد 15 يوم من الإعذار يحق للمستهلك التوجه للعدالة، وإذا توجه للعدالة هنا سيتم تعويضه عن كل يوم تأخير في عملية التسليم. ولكن أستاذ فادي، إذا كان مثلا أنا طلبتها سيارة في نصف السنة، بعد انت تعطيها لي في اخر السنه، وهذه صارت العام الماضي، وانت تعرف هذه صارت، اللي يبيعوا السيارات يقول لك ما يطاح فيها عام. أكيد. يعني مش عكرش اكيد كثير من السنه الماضيه في ديسمبر 2023 يعني اخر كوطة للسيارات اللي دخلت، كثير من الزبائن رفضوا، لانه يقول لك انا دافع ثمن السياره، يعني يرفض استلامها، يقول لك انا نديها 2024، انا دفعت لك المبلغ في منتصف 2023، تجيبها لي في اخر السنه اسبوع نسوقها، ومن بعد
طيح لي عام، ونعرفوا عقلية الجزائري، الجزائري بالنسبة له سيارة جديدة سيارة جديدة، إذا بعد أسبوع أصبحت 2023 وهو العام هو 2024 حتى يعني ثمنها ينخفض ينخفض. وهل الوكلاء أستاذ فادي داركين يعني يعرفوا عقلية الجزائري في البيع والشراء يعني وإذا كان هل يدركون أنه إذا كان الجزائري أصدر حكما على علامة ما سلام عليكم يعني تموت في يدو كما يقولوا بالعامية تاعنا شغل دوبل بلون، ولو هو انتج سيارة من الطراز العالي هل يعرف المنتج هذا الوكلاء أنه الجزائريين إذا كان مشاو عليك الكلمة بأنه سيارتك مش مليحة ولا كاينة؟ السلام عليكم. شوف أغلب إطارات هذه الشركات هم جزائريين ويعرفوا يعرفوا عقلية الجزائري. الآن خلينا نقولوا بصراحة بعض الوكالات تستغل فرصة تشوق وحاجة المستهلك الجزائري للسيارة، لكن بعد فترة راح المستهلك الجزائري راح يدير فكرة عن كل علامة وكل علامة راح تكون عندها قيمة في السوق بالنسبة يعني لثقافة المستهلك في حد ذاته، وكثير يعني من العلامات أعتقد أنه ما بقتش عندها مصداقية بالطريقة هذه، مش راح تبقى عندها مصداقية بالنسبة للمستهلك. الآن هو مضطر لأنه ما كانش البديل، لكن بعد مدة أكيد راح تغير المعطيات وراح تكون إشكالية كبيرة. خليني نقطة فقط أخويا محمد، أنه ما ذكرها السيد وزير الصناعة ذهب كثير من المستهلكين للعدالة، تعرفوا شو حيدير؟ قيمة التعويضات وقيمة الخسائر اللي حتكبدها بعض المؤسسات إذا رحنا بكثافة للعدالة راح ممكن حتى تقضي عليها. لأنه لما تكون أنت أخذ دراهم تاع 10,000 شخص ومن بعد تولي ترجع لهم دراهمهم وتمد تعويضات عن التأخيرات ممكن حتى توصل لمرحلة الإفلاس. لذلك هذا التلاعب في خط القانون من طرف الوكلاء لازم ينتبهوا أنه في حالة ذهاب المستهلك إلى العدالة واحد ينجح، يكفي أنه واحد ينجح ويسترد أمواله ويدي تعويضات وتنتشر، ونحن نعرف قوة الفضاءات الرقمية تنتشر في الفضاءات الرقمية، واحد ما راح يراطيك الغاشي كلها راح يدير روح العدالة، وهنا ممكن توصل هذه المؤسسات إلى حالة الإفلاس. لذلك تلاعب هذا ما لازمش نتلعبوا فيه. كاين مسألة أخرى أستاذ فادي، أنه يعني في الأسعار الآن الجزائري يعرف شحال تسوى السيارة هذه في بلاصتها عند مواليها، ويعرف أنه أنت أنا كي نشري سيارة وحدة تقام لي قال مثلا $1,000 مثال، أنت كي تشري 1,000 سيارة تقام لك ربما $500 ربما $50 أكيد معايا. أكيد الآن الأسعار هذه هل برأيك مع تصريحات الوزير مع بداية الحديث على مسألة الأسعار والمقارنة الجزائريين للأسعار في مكانها هنا في الجزائر راح ممكن تراجع الأسعار في الأيام المقبلة؟ يعني شوف الأسعار هي قاعدة تحين من حين إلى آخر، وخاصة المتعامل الاقتصادي الأول اللي بدأ يعني في عملية الاستيراد كون شوفوا الأسعار اللي انطلق فيها في 2023 مش هي نفس الأسعار هنا قاعدة تتعدل. نقطة مهمة يعني ولا اللور تقصد فيها نقص قاعد ينقص ولكن دار دي بروموسيون دار حاجة قاعد ينقص في الأسعار كل مرة قاعد ينقص في الأسعار. شوفوا نقطة مهمة أنه إحنا يعني كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه رسلنا وزارة الصناعة، رسلنا حتى المتعاملين الاقتصاديين حول إشكالية ما تم تداوله أنه الأسعار مضخمة، أنه الفرق في الأسعار مقارنة بدول أخرى. يعني باه نكونوا صادقين، وصلتنا يعني دراسات من عند المؤسسات تثبت أعطاونا شيوم قداها مش الربح قداها يتم الاستيراد من الشركة يعني وصلتكم تقارير رسمية مفصلة نعم. إجابات على تساؤلات رسمية نعم. حسب حتى الوكلاء المعتمدين في الجزائر يقولك أنه الدولة في حد ذاتها تشرف على الأسعار، يعني الأسعار كانت مدروسة بحيث أنه ما يخليوش للمتعامل الاقتصادي حرية أخذ هامش ربح كبير. الدولة والخزينة العمومية تستفيد من عمليات الاستيراد أولا وآخرا، لأنك في أول أنت قاعد تبدل في العملة الصعبة اللي تدخلها عن طريق تستورد بأموال البنك دراهم الجزائريين يعطيك صحة. الدولة تدي المستحقات الضريبية تاعها والجمركية، ايضا المتعامل الاقتصادي ما عطاهوش هامش ربح انه يعظم هامش الربح كما يحب هو، بالعكس هامش الربح تاعو محطوط ثابت. يعني بالمختصر المفيد استاذ فادي انه المستهلك الجزائري ماهوش مغبون
في العام في الاسعار هذه. اكيد اكيد، يعني حتى يعني احنا عندنا قراءات من خبراء انه الوزاره الصناعه والوزاره الاولى اشرفت، يعني لجان مختصه اشرفت على دراسه التسعيرات والاسعار ووضعها، يعني ذوك متعامل اقتصادي كي يدخل السوق قبل ما يدي الاعتماد تاعو يقدم البيانات تاع الاسعار وكم يعني كم اسعار وديروا الحسابات كم راح سيوفرها للجزائر في الجزائر بسعرها في الجزائر. الان اكيد في اطار المنافسه التجاريه الحره بعد دخول عده علامات راح يكون تنافس بيناتهم لي بروموسيون كما قلت انت في نهايه السنه في كذا، لكن ما زلنا الان نشوفوا انه المرحله كما قلت انت مرحله يعني تجريبيه. الان رانا متوقفين من اجل قراءه الاداء وتصحيح بعض الاختلالات، ويعني المؤشرات اللي قدمها في الخطاب تاعو سيد وزير الصناعه واضحه انه وزاره الصناعه وصلت لمرحله يعني من القلق بالنسبه لهذه المخالفات اللي تكون في عمليه طلبيه في سندات طلبيه. ولذلك يعني لما يقول لك وزير دوله يقول لك المستهلك عنده الحق انه يروح للتقاضي، هذه يعني رساله مشفره حتى للقضاة في التعامل مع هذه يعني القضايا، حتى للمتعامل الاقتصادي انه وصلتوا يعني لمرحله يجب انه تراجعوا حساباتكم وتحترموا. ونرجعوا يعني كحوصله نقول لك حاجه، انه على المتعامل الاقتصادي عنده 1000 سيارة يدي 1000 طلبية، هنا ما راح يكون حتى مشكل. حتى الآن المتعامل الاقتصادي يعتمد دائما في المحاكمات على القوة القاهرة. القوة القاهرة في حالة مثلا غرق سفينة، تأخر بالملاحة البحرية وما إلى ذلك، لكن القوة القاهرة ليست أنك يكون عندك 1000 سيارة وتدي 10000 طلبية. هنا العدالة عندها الحق في الاطلاع على ما كاش واحد يعرف يقدر القوة القاهرة قد القاضي. أعطيك صح، يعني هنا ما يقدرش طبعا ما يقدرش أنا كوطة 1000 طلبت مليون ما عطاوليش قوة قاهرة. لا لا، القوة القاهرة هنا ما يقدرش يتذرع بها الأخرى. ونزيد نرجع مرة ثانية ونقول لك أنه في حالة يعني فتح هذا الملف في العدالة كثير من الوكلاء راح يتضروا ماديا، راح يتضروا بالفعل راح يتضروا. لذلك نتمنى أنه يراجعوا أنفسهم. الآن مع فتح الحصص تاع 2024 كل واحد يلتزم بالحصة تاعه. قال أنا عندي باخرة جايبة 2000 سيارة، أنا يكون عندي 2000 طلبية. كي نوزع السيارات تاعي والمستهلك يكون راضي وفي الأجال القانونية، هذه هنا ننطلق لمرحلة تسجيلات جديدة. طيب كاين واحد سؤال أستاذ فادي نختموا به، شحال تقريبا برأيك الوقت باش كل هذا الكلام اللي كنا نقولوا فيه الآن في الحصة يولي من الماضي نساوه نقولوا شفنا كنا نحكيوا على القضية الفلانية؟ معنى أنه تصبح أنت تنوض صباح تروح تشري سيارة سير بلاس تخلص ودي سيارة تاعك وبسعر محترم وسيارة محترمة وعندك لو شوي إلى آخره. هل هذه حاجة بعيدة جدا قريبة جدا أو أنها يعني ممكنة في مرحلة نجوزوا هذه المرحلة في عجالة وندخلوا في هي؟ يعني السوق كان متعطش لسنوات كميات كبيرة من السيارة. أكيد لما تتغطى مش حنبقاو بهذه الاحتياجات. الآن رانا من مليون مثلا طلبية وفرنا نقولوا 200,000، بقاو لنا 800,000. أنا أعتقد أنه خلال 4 سنوات أو 5 سنوات راح نرجعوا لأنه تروح الوكالة تجد السيارة وممكن أنه تدفع ثمن السيارة في المكان وتأخذ السيارة تاعك، ما هيش بعيدة. وخاصة أقل بكثير من 4 أو 5 سنوات أستاذ، نتمناو إحنا تكون أقل، لكن يعني في العادي بهذه الوثيرة أقصى تقدير عام أستاذ، لأنه المعتمدين هذو ما راهم يستوردوا. وزارة الصناعة راهي تراقب، انت راك تستورد، عطيتك مهلة تستورد بالعملة الصعبة بالخزينة العمومية تستورد، الله يبارك في بيع الجزائريين على الحالة، ولكن انا اتابع انجازك للمصنع تاعك. اكيد هذا هو يعني هذا اللي كنت حنكمل به، انه في حالة فتح يعني الان عندنا مصنع، في حالة فتح عدة مصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية تاعها، ولما لا الذهاب إلى يعني شبكة للمناولة في عمليات يعني الإنتاج، ما بقاوش نستوردوا جميع القطع تاع السيارة من الخارج ونركبوها، هنا ما استفدنا والو. بالعكس يعني الآن نشوفوا أنه كثير من المصانع والمستثمرين الجزائريين بداوا
يدخلوا سوق قطع الغيار، العجلات، ما إلى ذلك. يعني نتمناو هنا لما يكون عندنا الإنتاج محلي أكيد الفترة تاع 5 سنوات ستتقلص إلى عامين ولا عام في أقصى. أشكرك أستاذ فادي تميم، نتمناو أننا ما حاكمنا حتى واحد، يعني بالعكس نحن نتمنى لكل الجزائري، كل جزائري ولو أجنبية ينتج ثروة في الجزائر مرحبا به. يعني احنا الذي ينجح ويقدر ينتج ثروة نشجعه، ولو كان مواطنا بسيطا أو منتجا جزائريا أجنبيا ينتجها في الجزائر نحن نشجعه ونتمنى له التوفيق، لأنه في النهاية الثروة هذه تنتج في الجزائر. أستاذنا تميم فادي المنسق الوطني للجمعية الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، حماية المستهلك وإرشاده، شكرا جزيلا. نتمنى التوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نتمنى أننا قدمنا لكم خدمة عمومية وخدمة إعلامية محترمة. ألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك الحين، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.